قصتنا النهاردة عن نور. نور مامتها توفت وهي صغيرة، باباها اتجوز تاني بعد وفاة الأم بشهر. من كتر معاملته الوحشة معاها هي وأخوها، نور كانت بتجيب موس تقعد تشرح وتقطع في إيديها، كانت بتاخد السجاير من ورا باباها تفضل تشربها بالليل وهو نايم، بعدين تقعد تلسع جسمها. بتقول كنت ببسط جدا ودي حاجة غريبة جدا، لحد ما نور اتعلمت ان هي ترد على باباها ومرات باباها الكلمة بعشرة من غير ما يفرق معاها الضرب. كانت بتضرب ضرب. ابوها رفض ابن الجيران اللي هي كانت بتحبه وبيحبها، ليه؟ عشان خناقات مع الاهل. جوزها الجديد اللي باباها جوزها له معاه فلوس، فلوس كتيرة قوي، وجوزها احسن جهاز، بس طلع ابن امه خلعته راحت تعيش عند عمتها. بعد فترة نور اتعرفت على ابن خالة مامتها. لما قالت لباباها ان هو عايز يتقدم لها باباها رفض، قال لها ده مش كويس هيتعبك وانا بفهم في الناس. بس نور قررت انها تتجوزه ويبقى ليها قرار واتجوزته. طلع فعلا شخص مش كويس، كل شوية يعايرها يقول لها كلام مش حلو، يقول لها قدمك فقر، مش عارفة تخلفي، اصلك مالكيش راجل، اقل حاجة ممكن تعمليها انك تخلفي زي الستات، فالمفروض ما يبقاش ليكي حس، حتى الخلفة مش عارفة تخلفيها. ضرب، اهانة، شتيمة، درجة ان الجيران كانوا بيجوا يخلصوها منه. بقى يتفرج على فيديوهات اباحية بيشوفها على الانترنت. ساعات بيبقى كريم جدا معاها، طيب وحنين، بعدين يرجع تاني زي ما كان. نور رجعت تكلم باباها، كان مقاطعها بعد ما عرفت ان هو تعب، بقى قاعد على الكرسي متحرك، كل واحد بيقول للتاني سامحني، بس هي مش عارفة تعيش حياتها ازاي، وهل حياتها اللي جاية هي دي ولا لأ.